بيتك ومطرحك يا سامويل. شكرا على الشوف. نورت النهارده. ده نورك. شكرا. العفو يا سامويل. شكرا على اللزوم الحلو والقعده الجميله. بيتك ومطرحك يعني تشرف في اي وقت يا سامويل. راجل كريم. كنت عايز اسالك سؤال. الجيران بتاعتك يعني الجيران اللي حواليك كويسين ومرتاح معاهم وكويس ولا؟ هما ما بسمعش صوتهم يعني بصراحة. كويسين يعني؟ كويسين. اصل انا النهارده انا ماشي كده شفت توك توك كاتب من ورا منجاور السعيد يسعد ومنجاور حداد نكوب منور توك توك بقى هما بيكتبوا كده شغال اغاني على الاخر وماشي. فانا قلت المثل ده اكيد حلو يعني. فانت سمعت قبل كده المثل ده؟ عجبك المثل ده يا سامويل؟ بصراحة شد انتباهي. بصراحة انا سمعته يمكن مرتين ثلاثة ما سمعوش كتير يعني. ولكن انا شايف فيه عميق شويه هو من جور السعيد يسعد ومن جور الحداد ينكوب ناره. يعني انت سعيد وانا بيت صاحبك هنبقى سعداء وفرحانين. لو انا صاحبت الحداد فهنكوب ناره اكيد. فانا اول مره اسمع لي يعني اول مره افكر في المثل بصراحه. انت ايه رايك فيه يا سمو؟ هو بصراحه لما قريته اللي هو قعدت افكر شويه كده توك توك جري طبعا فما عدتوش تاني. فقعدت افكر في المثل لقيت ان جاور السعيد يعني لو انا مثلا قعدت جنب ناس مبسوطه كويسه بقت جيرانهم يعني هبقى برضه انا مبسوط ومرتاح نفسيا والافراح حلوه يعني الفرح والابتسامه حلوه بهجه. فلو انا جاورت الناس ديت هبقى سعيد. اشمعنى بقى الحداد ونكوب نار واشمعنى جابوا سيره الحداد يعني في المثل؟ ان الحداد لما بيسن السكاكين اللي عنده والحديد الفرن هو فرن مش فرن اللي هو اللي بتاع العيش لا فرن بتاع الحديد اللي هو بيسخن الحديد وبيخليه مسنن قوي بيطلع نار اللي هي الشرش النار الصغير ده اللي بيطلع ده التشاش ده. فلو انا معدي بس من انا ما رحتش جنبه ولا حاجه لو انا معدي بس التشاش ده هيجي عليا فممكن يأذيني. فعشان كده انا اعتقد ان هو انكيو بنار اللي هو هتأذي يعني منه. احنا سمو الكلام الجميل بس احنا سمعنا راينا خلينا نروح نشوف راي حبايبنا وايه هم يعني شايفين عن المثل. اكيد اكيد نشرب ال واسمه ايه؟ نعناع. نعناع نشرب النعناع. من جور السعيد يسعد ومن جور الحداد انكيو بناره. ايه رايك في المثل؟ هو مثل كويس قوي لكن ما بينطبقش على كل حد يا سمو. المثل جميل واللي بيقصد بالمثل ده ان انت لو ساكن مع واحد مبسوط على طول هتكون مبسوط لكن لو قاعد مع واحد حزين فعلى طول هتبقى حزين. والله يا سامول هو في ناس كتير بتسأل على الجيران الاول فبيقول لك لو الجار ده بتاع مشاكل او دايما حزين خلينا بعيد عنه احسن. وفي اللي هو بيحب يكون مختصر شويه يقول لك خليني اروح عند الناس دي هم في حالهم وانا في حالي. لكن كل واحد زي ما قلت الاول بيكون باني شخصيته بنفسه. يعني لو في جيرانك مثلا دايما مبسوطين ودايما فرحانين وعاملين ازعاج واغاني عاليه انا مش لازم ابني مستقبلي وابني الشقه دي على عليهم هم يعني. فانا اسكن في الشقه يمكن الشقه دي رخيصه على قد ردبي وانا بس عايش لوحدي فتكون الشقه دي مناسبه ليا فانا اتمنى ان انا اسكن فيها طبعا. والجار خليه في حاله وانا خليني في حاله كل واحد يعيش مبسوط. وساعات لما بتكون حزين والجارك بيكون مبسوط بيخليك تنسى الحزن وبيضحك معاك وبيخليك سعيد. هي بناء على شخصيتك بناء على قدرتك وإمكانك في الحياة. أي واحد حزين ممكن يقعد جنب ناس فرحانة ويكون لسه برضو حزين وأي واحد فرحان يقعد جنب ناس فرحانة وممكن هو يبقى حزين تاني. لكن كل واحد يبني مستقبله بإيده ويبني حياته بإيده وشخصيته وكل واحد إن شاء الله يكون مبسوط. لكن لو أنت مبسوط وقاعد مع واحد حزين هتبص عليه كل ما تبص عليه هتحزن وأنت حتى ما فيش حياة تخليك تبقى حزين. لأنه دايما الحدادين يعني بيشتغلوا في الشارع ولما بيلحموا الحديد في بعض اللي بيطلع نار كده وممكن أنت ومعدي في الشارع تتلسع بالنار. اوعى تتلسع. اوعى تتلسع ماشي. اتلسعت انت قبل كده ولا لا؟ بصراحه انا كل ما اشوف حداد ابعد عنه ما بجاورهوش خالص. لا هتقعد جنبه هتبقى زيه اكيد كانت سعيد او حزين. بالظبط لو ما كانش كده ما كانش اكبرنا قالوا المثل ده وطلعوا المثل ده. مظبوط كل واحد طبعا المفروض يكون ليه شخصيته ويكون ليه هدف ويكون عارف هو مبسوط. لما يكون مبسوط
وحزين لما يكون حزين، يعني مش لازم نمشي على المثل ده. أهم حاجة تختار الجار يكون سعيد. رأي جميل يا سمول، و هم متفقين يعني مع المثل، ولكن في ناس ضد المثل يقول لك يعني انت انا ايه انا مالي ومال الجيران، يعني اذا انا شايف ان الشقه رخيصه وانا شايف ان هي على قد لحافك مد رجليك يعني ما عنديش فلوس وشايف ان الجيران وحشين فانا مالي بيهم. ولكن هنا بنلاقي على حسب الشخص برضو، هو المثل في ناس متفقه معاه وناس ضد المثل. صح، في برضو واحد قال انا شخصيتي ما ماليش دعوه، انا ما احطش فرحي وحزني على واحد، يعني ما اعتمدش على حد. فانا لو لقيت مثلا شقه عجباني بس في مكان او في ناس الجيران مش كويسين او اللي هم مش فرحانين قوي، لا انا ما اتاثرش بيهم. هو قال كده، بيقول انا ما انا شخصيتي بنفسي، انا ابقى فرحان مع نفسي، ما اعتمدش على الناس. يعني فرحي ما يقفش على واحد مثلا فرحان او واحد زعلان. فهو ده رايي الشخصي، ولكن انا بقول انه برضو الشخص لازم يتاثر باللي حواليه، يعني حتى لو كان قوي شخصية قوية ممكن هو يأثر يغير الناس اللي حواليه بس. ولكن انت لو اذا ما قاعد مع مكان كله، واكيد في قصص في الكتاب المقدس بتشرح الكلام ده، يعني لو انت موجود في ناس كلها او الاغلبية بيفكر تفكير غير تفكيرك فانت غصب عنك هتتغير. انت جبت سيرة القصص، في قصة جميلة في الكتاب المقدس، قصة عن لوط. لوط اختار يقعد مكان بعيد عن ابراهيم، قعد في مكان كله كان ناس أشرار وكانوا ناس بعاد عن ربنا، كانوا بيعملوا حاجات فظيعة، يعني حاجات مش حلوة خالص، زنا فلوط قعد معاهم، فبكرامة ربنا وكرمه وحبه اللوط بعت ملايكة ياخدوا لوط وعيلته يطلعوا من البلد علشان ما يتكويش بنارهم. يعني هو كان هيتكوي، هو قاعد مع الحدادين. حدادين هنا معناها الناس اللي هي في القصه دي، الناس اللي هي اللي بتعمل حاجات مش بتمجد ربنا، حاجات زي ما قلت زنا وحاجات مش. هي دي سموا قصه سدوم وعموره ولا هي لوط؟ فربنا بعت ملكين ان هم يطلعهم من اللي يقول لهم اطلعوا علشان البلد دي هتتحرق. فربنا نقذوا من كوي نارهم، فكان هيتكوي بناره. فقصه حقيقيه ايه بتقول ان صح، لو قعدت مع ناس او سكنت مع ناس مش كويسه هتتاثر بيهم. لان لوط لو تفتكر في اول القصه هو وابراهيم لما كان في مشاكل بينه وبين الرعاه، فابراهيم قال له روح اختار اللي انت مكان اللي انت عايزه، وهو اختار المكان الحلو، فما فكرش في الجيران، هو فكر بس في المكان اللي فيه ثمار وخضره وكده. ولكن هو اختار ان هو يسكن مع الجيران اللي هم وحشين، اللي هم غيروه، كان ممكن يتأذي، بس من محبة ربنا زي ما انت قلت ربنا انقذه. فكرتني بقصة حلوة برضو في كتاب مقدس يا سمول عن يعقوب. وفي أثناء يعقوب في ترحاله، يعني هو في كنعان، وصل لمدينة شكيم. شكيم دي كانت مدينة، فهم خيموا برا المدينة، ولكن دينا بنت يعقوب اللي هي انت عارف يعقوب كان عنده 12 سبط اللي هم 12 ابن. فدينا دخلت المدينة تتعرف على البنات وتعمل صحاب وكده. ولكن نشوف هنا شكيم، في شخص اسمه شكيم ابن رئيس المدينة أو رئيس القبيلة. فعجبته فقرر هو يزني معها ويتطجع، فأخذها وفعلا زنى معها وعمل القضية. ولكن هنا كان نشوف يعقوب، أبناء يعقوب زعلوا واتضايقوا، فنلاقي هنا شمعون ولاوي تعصبوا والغضب أخدهم. فقرروا ان هم ياخدوا يعني ياخدوا الطار بس بطريقه خبيثه شويه. فجاء شكيم وجاء جاب ابوه اللي هو رئيس القبيله وطلب من يعقوب انه خلاص احنا نتصالح، انا شفت بنتكم عجبتني وانا ناوي ان انا اتجوزها، واطلبوا اللي انت عايزينه، اللي انت عايزينه انا ممكن اعمله، ولكن ادوني البنت انا عايز اتجوزها. فنلاقي هنا انه هم تصرفوا بطريقه كده خبيثه، قالوا احنا ممكن ندوك دينا بس لازم يحصل ختان، فالختان ده لازم يتم علشان ينفع نتجوزوا منكم وانتوا تتجوزوا مننا. ففعلا هم وافقوا على الموضوع وعملوا كده. وفي اليوم الثالث كان هم متأنمين، يعني كان في ألم وتعبانين، انت عارف لما بيحصل ختان الشخص بيكون تعبان اكيد. فدخل شمعون ولاوي فقتلوا كل اللي في المدينه، قتلوا كل الرجال.
فهي كانت قصة يعني مش كويسة، ولكن هنا بنلاقي إن من جور السعيد يسعد ومن جور من جور الحداد انكوب ناره. دينا ما لو هي ما حاولتش تخش المدينة وتعمل كده، لو كانت هي مثلا قعدت وما طلعتش ما حاولتش تحتك بالناس دي، ما كانش ده هيحصل، ما كانش أولاد يعقوب اتعصبوا وقتلوا الرجال. فنشوف القصة دي هي شوية مع المثل، إن المثل نتجنب الناس اللي هي ممكن تأذينا، إن هي ممكن يحصل مشاكل بيننا وبينها. فكان ما كانش حلوة لأهلها ولا الأهل المدينة، لأن ممكن كان المدينة اللي حوالين المدينة كان ممكن راحوا قتلوا يعقوب وكان كده كان ممكن ماتوا، بس ربنا كان معاهم ونجاهم من الموت. صح، القصص اللي في العهد القديم دي جميلة ومفيدة لينا، بتعلمنا يعني بتعلمنا مش بس قصص نشوفها ونقول آه دي حلوة الله، لا بتعلمنا احنا في حياتنا نتعلم من الغلط اللي حصل وما نعملوش. في الإنجيل برضو في أمثال في آية جميلة قوي بتقول يعني إن لو واحد مثلا قعد مع ناس مش كويسة أو واحد عاشر ناس مش كويسة هيتأذي. ففي أمثال 27 عدد 17 بيقول الحديد بالحديد يحدده والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني عشان تحدد الحديد لازم يكون حديد، ما ينفعش تحدده ببلاستيك. فالحديد بالحديد يحدد والإنسان يحدد وجه صاحبه. يعني أنا مثلا أحدد وجهك إزاي؟ أنا لو أنا وإنت صحاب كويسين مع بعض، أنا لو في الصفة إن أنا مثلا كريم، أنت عشان بتعاشرني كتير فهتتعلم الكرم فهتبقى كريم. لكن أنا لو بخيل قوي قوي هأثر عليك وهقنعك إن أنت لازم تبقى بخيل زي أو إن أنت تبقى البخل ده حاجة حلوة وفر. فعلى طول المعاشرة أنت بتعاشرني هتتأثر بيا وهتتقنع، يعني هتشوف اللي انا بعمله صح تلقائي من غير اي حاجه. يعني هتعلم الدرس ده انك ما تحتكش بالجار او الشخص او الرفيق او الصاحب او اي شخص ممكن يغيرك ويغير اسلوبك وممكن تبقى للاوحش. تبقى للاوحش. ونختم بقى جميل قوي مشجعه لينا في مزمور 133 العدد الاول بيقول هو ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوه معا. لانه في عدد 3 بيقول لأنه هناك أمر بالرب، يعني هو ربنا أمر بالبركة لما يكون الإخوة بتجمعوا معا بيكون في بركة كده. صح، زي كده أنا وإنت سامو، ربنا خليك أنت كلك بركة أشرف. فنشوف الناس الصح ونصحب الناس الصح ونجاور الناس الصح عشان حياتنا تتغير ودايما في المسيح. صح، أفضل. ومع ربنا يدينا بركة مع المعاشرات الحسنة. أمين. كلامنا حلو يا سامول، ولكن بس بيلسون أحلى النعناع. النعناع برد. بيتك ومطرحك. بيتك ومطرحك يا سامول.